صباح الخير على حضراتكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد من ايام صباح اون تايم. النهارده عندنا موضوعات كتير جدا هنناقشها وهنحللها مع بعض. ابرز موضوعاتنا الرياضيه واخبارنا الرياضيه بالتاكيد هكون مع حضراتكم فرح علي ولمده ساعه ونص في صباح اون تايم. منتخبنا المصري بالتأكيد عنده فترة مهمة جدا لازم يعيشها بكل تركيز المرحلة اللي جاية. أجندتنا القادمة منتظرنا إيه لمنتخب مصر؟ إحنا منتظرين داخلين على إيه؟ طبعا خلاص يعني هنقول إن البعثة وصلت امبارح، كل اللعيبة انضموا لأنديتهم مرة تانية. عندنا أول اختبار إن شاء الله في شهر نوفمبر، هيكون في تصفيات كأس العالم يوم الأربعاء 15 نوفمبر، هيكون أمام جيبوتي، بعدها مباراة سيراليون، ومطلوب إن احنا نحسم أول مبارتين، نفوز نجمع 6 نقاط علشان نكون مطمنين ونتجنب أي دخول في أي حسابات معقدة ملهاش أي لازمة، واحنا قادرين على إن احنا نتخطاها من البداية. متعودين جدا إنه في بعض الأمور وبعض الضغوط بنلاقي حسابات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. امتى اول تجمع لمنتخب مصر ان شاء الله قبل كاس الامم الافريقيه؟ اول تجمع جاي هيكون بعد انتهاء اخر مباراه محليه يوم 2 او 3 يناير اللي جاي، وممكن ما يكونش فيه اي وديات قبل كاس الامم الافريقيه. يعني اخر اختبار هيكون ماتشين هما جيبوتي وسيراليون. عايزين نقفل تماما الصفحة اللي فاتت، بنقول كل التوفيق إن شاء الله للفراعنة اللي جاي، كل التوفيق بإذن الله لمستر وي فيتوريا. التركيز صراحة اللي شفناه الفترة اللي فاتت نحييهم عليه، وعايزين المزيد والمزيد. وكتيبة النجوم اللي عندنا هيكون فيها أكتر وأكتر وأكتر، وإن شاء الله اللعيبة المصابة هترجع مرة تانية تنضم للمنتخب المصري. أيضا كمان عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم، انتوا رجعتوا الثقة فينا مرة تانية تجاه المنتخب المصري. هنرجع تاني للدوري الممتاز وهنتابع ونشوف النجوم وهنشوف اللعيبة المميزة اللي تستحق فعلا تنضم للمنتخب المصري. نروح معاكم لفقرة تصريح وتعليق، نبتديها بالكابتن حازم إمام اللي ليه تصريح بيقول فيه: أنا راضي جدا عن اللي حصل، راضي جدا عن رأي الجماهير إن هم مبسوطين من ردة فعلهم تجاه المنتخب المصري. قال إن فيتوريا كان متوتر في مباراة الجزائر بسبب مرض واحد من قرايبه، لكن بصراحة الراجل أدار المباراة بكفاءة كبيرة جدا ونجح في إن هو يقدم عمل فني وتكتيكي بشكل رائع، وأكد إنه كان راضي على ان هو خلى الجماهير سعيدة بشكل المنتخب بعد التعادل عن الجزائر. طيب فكرة بقى انه لاعب يطرد زي محمد هاني، قال ان هو اتكلم مع محمد هاني بعد المباراة واكد له انه المباريات دي بتتعمل علشان نتعلم منها، وانه قدم المطلوب منه في اول نص ساعة في مباراة الجزائر. وكمان اتكلم عن حمدي فتحي وأكد أنه قدم أداء مهتز في مباراة تونس وسجل هدف في مرمى، لكن ظهر بشكل مميز جدا في معسكر أكتوبر. طبعا ده بيأكد على الخبرات وعلى أنه القامات الكبيرة تواجدها في قيادة حاليا يقدر اللعيبة ان هم يستفادوا منها. ده الحقيقة انه الكابتن حازم امام ابتدى ان هو خلال الفترات اللي فاتت يشتغل بيه مع اللعيبة، ينفذه مع اللعيبة، وده امر مهم قوي لان قيمة كبيرة جدا. زي الكابتن حازم امام عنده خبرات، اتعرض لمواقف كتير قوي في مباريات المنتخب المصري على مدار السنوات اللي فاتت واستفاد منها وتقل واستفاد خبرات لحد ما وصل للنجومية والشهرة دي، يقدر من خلال ان هو تنقلها للعيبة يستفيدوا من الخبرات تحت الضغوط، لو اتحط في موقف طرد ايا كان العمر اللي بيمر بيه، لكن كل ده من خلال الخبرات اللي هيكتسبها بالتأكيد هتفرق معاه خلال المباريات القادمة. بعد نهاية فترة التوقف الدولي لاعبتنا المحترفين عندهم تحديات كبيرة جدا، وبتكلم عنهم لسببين.
اول سبب ان دول دايما بقول عليهم القوام الرئيس لمنتخب مصر، ولازم دايما نفضل محافظين عليهم وبنهتم بيهم. تاني سبب من الاسباب اللي بحب اتكلم فيها عن المحترفين، ان احنا لازم نبرز قصص النجاح علشان تدي دفع للاعيبة الصغيرين، اللاعيبة الشباب اللي موجودين علشان بيفكروا ان هم يحترفوا، اللي منتظرين لحظة الاحتراف، او اللاعيبة الصغيرة اللي خرجت للاحتراف بس من خلال المشاهد اللي بنشوفها وبنتابعها عايزين لسه يتعلموا المزيد، عايزين ينفذوا خطة الاحتراف المظبوطة. احنا دورنا نشجع اللعيبة دي ونشجع الأندية ان هي تكون شايفة انه مطلب اجباري مش رفاهية، علشان نفضل دايما زي ما تعودنا في الصدارة نفضل دايما محافظين على لاعبتنا المحترفين. هبتدي بمصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي. ارتفعت القيمة التسويقية للاعب وفقا لاخر تحديث قام بيه موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الاحصائيات والارقام، وده بعد ما تألق مصطفى محمد مع فريق نانت الفرنسي. وصلت القيمة التسويقية لمصطفى لاعب نادي الزمالك السابق ومنتخبنا المصري ل 9 مليون يورو، علشان يعني تقفز ل 3 مليون يورو. هنقول عليها يعني بصراحة فرق كبير قوي مقارنة بقيمته التسويقية قبل التحديث الجديد، كان 6 وبقى 9، احنا بنتكلم على رقم كبير. دي حاجة تشجعنا، تفرحنا، تفتح نفسنا، تفتح نفس كل لاعبتنا في الخارج، وكل اللعيبة اللي هنا تفتح نفسهم ان هم برضو يخرجوا وان هم ياخدوا التجربة الاحترافية. وفي الأندية الأوروبية الكبيرة حاجة مش صعبة نهائيا. مصطفى محمد بدأ في دجلة، راح نادي الزمالك كناشئ صغير، خرج معار لطنطا، طلع عيل الجيش، بعدها بيرجع يتألق في نادي الزمالك، بيخرج على جلاتا سراي ومنه النانت الفرنسي. إذا الموضوع مش صعب، عندنا لعيبة تقدر، عندنا لعيبة عندها الإمكانيات والمهارات دي، وبينقص الخبرات اللي هيستفيدوا منها وهيزودوها لما ياخدوا التجربة الاحترافية. مصطفى محمد بيتواجد في المركز الثاني حاليا بترتيب قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 5 أهداف، بفارق هدفين خلف النجم الفرنسي الدولي امبابي لاعب باريس سان جيرمان طبعا المتصدر. بيرجع مصطفى محمد لنانت بعد انتهاء إيقافه في المباراة الماضية، وده بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام رين، وهيلعب مع فريقه ضد مونبلييه يوم الحد اللي جاي في الجولة 9 للمسابقة. ده مصطفى محمد. محمد صلاح، أكيد محمد صلاح هو الأيقونة في الكفاح والمثل اللي كل اللعيبة عاوزة تكرر تجربته في كرة القدم. نجح محمد صلاح في تسجيل 5 أهداف مع ليفربول في 8 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي خلال الموسم ده قبل فترة التوقف الحالية، وده خلاه هداف نادي ليفربول خلال النسخة دي من البريمير ليج. تفوق على كل النجوم الجدد المنضمين حديثا لصفوف الريدز. وفقا لشبكة سوفا سكور العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية، محمد صلاح بيتصدر قائمة أفضل اللاعبين في فريق ليفربول بتقييم فني بيبلغ 7.74 درجة. بياخد ليفربول ديربي مع جارو ايفرتون على ملعب انفيلد، ده هيكون يوم السبت اللي جاي ان شاء الله في المرحله التاسعه للبريمير ليج، وليفربول في المركز الرابع في ترتيب المسابقه برصيد 17 نقطه من 8 مباريات بفارق 3 نقاط خلف المتصدرين سواء اذا كان توتنهام او ارسنال. هروح لمحمد النني. محمد النني واحد من ابرز اللعيبه الايقونه حقيقيه حقيقي، يعني بيلعب في احد اكبر انديه اوروبا وهو فريق ارسنال الانجليزي. الاصابات بتطارد نني بقالها فتره بشكل غريب جدا، ولكن دايما المحترف بيرجع واقف على رجله سريعا بعد غياب لمده 9 شهور تقريبا 275 يوم من اخر مباراه كامله لعبها في ارسنال كانت ضد اوكسفورد في كاس انجلترا. شفناه بيرجع وبيتالق مع المنتخب الوطني وبيلعب ماتش كبير جدا ضد الجزائر في مباراه لعبناها ب10 لعيبه لفتره طويله قوي، ولكن ما حسيناش بالنقص وما حسيناش ان الراجل ده راجع من اصابه. فضل تحركاته المستمره، خبرته العاليه،
واللي قدرت ان هي تضيف للمنتخب المصري. بيخوض ارسنال واللي بيتقاسم صداره الدوري الانجليزي مع توتنهام برصيد 20 نقطه، مواجهه هنقول عليها من العيار الثقيل ضد تشيلسي في ديربي لنداني قوي يوم السبت اللي جاي باذن الله. طبعا عندنا نجم كبير هو محمود تريزيجيه المتالق في صفوف ترابزون سبور التركي، وتريزيجيه برضو صاحب بصراحه قصه نجاح وكفاح ملهمه. طلع من النادي الاهلي راح اندرلخت البلجيكي لما حس ان هو ملوش دور هناك، خرج معار لانديه من درجات هنقول عليها كانت اقل في التوقيت ده، وهو ماسكرال البلجيكي، وبعده راح لقاسم باشا التركي ومعار، وبعدها اتباع نهائيا عشان يتالق ويروح لاستون فيلا الانجليزي. وفي عز تالقه جت الاصابه غيرت حاجات كتير جدا في التوقيت ده، لانه تريزيجيه كان في عز التالق والتوهج علشان الاصابه دي تعطله. لما رجع اختلف مع الجهاز الفني بسبب ان هو عايز يشارك، عايز يلعب علشان يروح بعدها فريق تاني وينتقل لاكبر الانديه التركيه، هو ترابزون التركي. وتريزيجيه هيلعب مع فريقه مباراه مهمه جدا ضد الانيا سبور يوم الاثنين اللي جاي بالمرحله التاسعه لبطوله الدوري التركي. ان شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق. محترفين الحقيقه ان هم بيشرفونا وبسعد دايما لما بتكلم عليهم، ومحترفين كتير يعني لو قعدت حلقه بالكامل اتكلم على اسمائهم مش هيكفي، دايما بنقول الابرز، دايما بنقول المتالقين الفتره دي او اللي عاملين حاجه، بتمنى لهم كل التوفيق. والمصريين دايما بيتشرفوا بيهم في كل مكان في نفس التوقيت، بيعتمدوا عليهم وبيطمنوا بوجودهم لمنتخبنا المصري. حابه اتكلم في حاجه مهمه جدا جدا جدا، خلال اقل من شهرين هنكون على موعد مع ميركاتو شتوي قوي ومميز، لانه احنا خلاص الميركاتو الصيفي كان لسه من فتره قليله، لكن احنا فعلا كمان كام شهر هنبقى داخلين على الميركاتو الشتوي في الدوري المصري. في كام لاعب كده هنقول عليهم محط انظار لكتير من الانديه خصوصا قطبي الكره المصريه ومعاهم بيراميدز. بقول هنا معلومات خدوها مني مؤكدة، المهاجم الأنجولي مابو لولو نجم نادي الاتحاد السكندري إذا وافق فريق الاتحاد السكندري أنه يفرط في قيمة اللاعب ده بقوته ومدى تأثيره في مسابقة الدوري، وهو هداف الدوري الموسم اللي فات والموسم ده، هيكون محل أنظار النادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز من دلوقتي لغاية فتح باب الانتقالات الشتوية. كل نادي بيجهز لحسم الصفقة السوبر لو حصلت هتكون ضربة الموسم بكل تأكيد. اللي هياخد جوما بلولو الحقيقة انه محظوظ بشهادة الجميع، لاعب مؤثر جدا في فريقه، اضافة كبيرة جدا لأي نادي ولأي فريق. الصفقة التانية اللي هيكون عليها كلام كتير في يناير هو نجم منتخب مصر عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر، واحد من ابرز اهم لاعبي الدوري المصري، هنقول عليه اللاعب الجوكر حاليا، صاحب الاداء المميز والمستوى الثابت في البطوله. عمر كمال عبد الواحد هيكون عليه صراع ثلاثي اهلي زمالك بيراميدز، وارد ان اللاعب ينتقل للخليج او يكمل الموسم ده مع فيوتشر او مع تولي اداره جديده في الزمالك خلال يعني احنا بنتكلم بعد بكره يوم الجمعه خلاص، ممكن وقتها ان هو يفكر ان هو يروح نادي الزمالك او يكون عرض بيراميدز اقوى اعلى، تبقى الامور مطروحه ينتقل لبيراميدز. عموما دايما بنقول في مائده مفاوضات كده بتحصل، وهنشوف محضره ايه في الميركاتو الشتوي للاعيبه المتميزه. هنشوف صراع كبير، وده طبعا الصراع اللي هتصدر وسائل الاعلام والسوشيال ميديا وقتها على الثنائي سواء اذا كان مبلولو او عمر كمال عبد الواحد. دوري القسم الثاني الف اللي هو دوري المحترفين، امبارح اقيمت خمس مباريات كلها شهدت اهداف كعاده البطوله مثيره وممتعه. من اول ما بدانا وقلنا الكلام ده بطوله هتكون مميزه في أول نسخة ليها بتطبق في مصر، امبارح انتهت مواجهة أبو قير للأسمدة مع وادي دجلة بالتعادل الإيجابي، بهدف طبعا لكل فريق علشان يرفع أبو قير للأسمدة رصيده للنقطة الرابعة، في المقابل بيرفع وادي دجلة رصيده للنقطة السادسة. المواجهة الثانية جمعت طنطا مع السكة الحديد، وشهدت مواجهة قوية جدا على ملعب طنطا الرياضي ما بين اثنين مدربين أكفاء جدا، هما كابتن أمير عزمي مجاهد مع السكة الحديد والكابتن عمرو أنور مع طنطا.
المباراة دي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق برضو، مع أنه كان طنطا متقدم بهدف للثواني الأخيرة، لكن يسجل السكة الحديد هدف التعادل علشان يكافئ لاعبي السكة مدربهم أمير عزمي مجاهد ويرفع رصيده للنقطة السادسة مقابل 5 نقاط لنادي طنطا. المباراة الثالثة كانت أكثر إثارة، هقول عليها كانت مواجهة لافيانا مع بتروجيت، شهدت ريمونتادا قوية قوي من جانب لافيانا بعد ما كان متأخر بهدفين مقابل هدف، فاز ب3 أهداف مقابل هدفين علشان يتفوق الكابتن أحمد عيد عبد الملك مدرب لافيانا في تحقيق المكسب الثالث من 4 جولات ويرفع رصيده للنقطة العاشرة متصدر جدول الترتيب مقابل توقف رصيد بتروجيت عند النقطة التاسعة من فوز في 3 جولات وخسارة وحيدة أمس أمام لافيانا. المواجهة الرابعة جمعت القناة مع ديكرنس على ملعب القناة، نجح فريق القناة في الفوز بهدفين دون رد مع أداء ولا أجمل علشان يواصل القناة انتصاراته، واللي بدأها الجولة اللي فاتت على حساب النجوم ويرفع رصيده للنقطة السابعة مقابل توقف رصيد ديكرنس عند النقطة الرابعة. أما المباراة الخامسة والأخيرة جمعت الاتصالات مع غزل المحلة، وانتهت بفوز أبناء الكابتن خالد عيد مدرب المحلة بهدفين دون رد علشان يرتقي غزل المحلة للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط متساوي مع لافيانا، في المقابل بتوقف رصيد الاتصالات مع مدربه الكابتن جمعة مشهور عند 6 نقاط. انتهت مواجهات الجولة الرابعة من دوري القسم الثاني ألف انتظار جولة جديدة وممتعة ومثيرة الأسبوع القادم عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس بإذن الله. مشاهدينا تفاصيل كثيرة لسه وأخبارنا الرياضية، ولكن بعد الفاصل. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل معكم باقي فقرتنا في صباح أون تايم. هيكون منورنا دلوقتي لمزيد من التفاصيل الخاصة طبعا بعودة مسابقة الدوري المصري الممتازة عبر الهاتف الكابتن حمادة علوي المدير الكورة طبعا بفريق بلدية المحلة، علشان نعرف منه آخر الأمور والتفاصيل والاستعداد للمباراة القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري. بنرحب بحضرتك كابتن حمادة، صباح الفل عليك. صباح الفل استاذ فرح، ودايما بتشرف بوجودي مع حضرتك. بنتشرف بوجود حضرتك معانا دايما في صباح اون تايم، والحقيقه انه بعد فتره توقف لمسابقه الدوري المصري الممتاز كان في اعاده حسابات طبعا ولملمه اوراق كده لكل الامور، وفي نفس التوقيت الوقوف على نقاط القوه والضعف داخل فريق بلديه المحله. عايز اعرف من حضرتك الاستعداد ان شاء الله للمباراه القادمه امام الاتحاد السكندري يوم السبت القادم هتكون عامله ازاي؟ والله الحمد لله، هو فترة توقف بالنسبة لنا يعني بنسبة كبيرة استفدنا منها جدا، هي الحاجة الوحيدة بس انها كانت جاية فترة احنا كنا كويسين جدا بعد ماتش زد، عايزين الدوري يستمر عشان الدفعة بتاعت بس برضه استفدنا لعيبة مصابة رجعت محمد ميسي ولاعيبة كتير جهزناها وكده، فانت عارف حضرتك فيك لعيبة كانت جاية متأخر أصلا، الحمد لله فترة كتير بتبقى بتجهز اللعيبة. هو كابتن احمد اشتغل بصراحه ادى يومين اجازه بس الانديه الثانيه بتدي اكتر، هو ادى يومين اشتغل فتره اعدام مصغره كده عشان تجهيز اللعيبه، والحمد لله يعني بيشتغل صبح وبعد ظهر، وعمل في الاخر الاسبوع مباراه بين يعني بين اللعيبه وبعض تقسيمه كبيره، بس كانت زي شبه مباراه بحكام رسميه واستفدنا منها جدا جدا. هو الفرق الحمد لله كامله ما عدا احمد حسن الجلاوي بس هو راجع من الاصابه مش هيقدر يدخل الماتش ده، والاميسي برضه يعني ممكن المباراه دي برضه يبقى بره، وماجد هاني موقوف ماتشين اللي هو الطرد بتاع مباراه زد. الحمد لله الفرقه بقيه الفرقه كلها كامله ومتواجده وعلى اتم الاستعداد لمباراه الاتحاد ان شاء الله. هايل. طيب عايزة أسأل حضرتك على سامسون أكينولا من اللعيبة اللي تردت أسمها أنه ممكن ينضم من نادي الزمالك لفريق بلدية المحلة، ده كلام وكنا سمعنا قبلها برضو حديث كده على أنه نادي الزمالك ممكن يرغب في ظل وجود مجلس إدارة جديد طبعا منتخب يوم الجمعة القادم إن شاء الله، أنه ممكن يعمل مفاوضات مثلا مع فريق بلدية المحلة في عودة حسام أشرف أو ماجد هاني، هل ده مطروح ولا لا أمور مغلقة تماما؟ لا، كل ده كلام سوشيال ميديا وكلام، مفيش الكلام ده خالص ولا بالنسبه لسامسون ولا بالنسبه للاعيبه المعاره. بس الكلام لسه سابق لاوانه، احنا لعبنا 3 مباريات عايزين نعمل استقرار للفرقه،
اللعبة دي لعيبة كويسة جدا، احنا ملتزمين بعقدها، وبعدين لكل حدث حديث يعني نشوف بعد كده في يناير جاي وتالات ولسه الدنيا ما مش واضحة يعني، بس الكلام لغاية الآن مفيش حاجة رسمية خالص في أي حاجة بالنسبة للعيبة. هل لو اتكلمنا ايضا عن المفاوضات الخاصة بفيبو، طبعا لاعب من اللعيبة المتألقين مع فريق بلدية المحلة، هنقول في مفاوضات من النادي الاهلي او الزمالك بخصوص اللاعب، ولا برضو الامور دي امور سوشيال ميديا مفيش اي حاجة بخصوص المهاجم؟ فيبو حكيم عقده 3 سنين مستمر مع الفرقة، مفيش أي حاجة برضه رسمية لغاية دلوقتي. كل القصة بتاعت فيبو إن هو يعني زي ما أنت حضرتك متألق جدا، 3 مباريات بيعمل فرق كبير. الكلام برضه عشان يبقى الكلام واضح، إن ده بيبقى جالس نبض من وكلاء، وكلاء قريبة من أندية كبيرة بتطلبني أو بتطلب رئيس النادي مصطفى الشامي أو كابتن أحمد عبد يعني بيستفسروا انتوا مثلا ممكن تستغنوا عن اللاعب ده او كده، حاجات كده بس مفيش حاجه ما رسميه. فيش حاجة رسمية. الحقيقة كابتن حمادة انه كابتن احمد عبد الرؤوف عنده رؤية فنية في اختيار اللعيبة، هنقول انه الوقت اللي عدى بنتكلم في 3 جولات كافيين انه كابتن احمد عبد الرؤوف يطلب بعض التدعيمات في الانتقالات الشتوية القادمة من مجلس الإدارة، ولا نقول لا انه راضي تماما عن مجموعة اللعيبة المتواجدة معاه وما كانش ليه اي طلبات في التوقيت الحالي، ممكن بعد كده من خلال الجولات القادمة رأيه يتغير في بعض المراكز؟ وارد جدا طبعا، احنا حضرتك النهارده في نص شهر 10، الانتقالات هتبتدي بعد شهر ونص زي ما قلت حضرتك في كل حدث حديث. هو دلوقتي عنده مجموعه مختارها بنفسه ومجموعه لعيبه كويسه جدا، بيبدا يجرب ناس في اماكن. احنا في الفتره اللي 3 مباريات لعبنا بتاع 22 23 لعيب، اول ما هيبدا يستقر والانتقالات تتفتح في يناير اللي هو هيحتاجه احنا هنجيبه له ان شاء الله بإذن الله. يعني واضح أنه حتى هذه اللحظة كابتن أحمد عبد الرؤوف والجهاز الفني راضين على أداء فريق بلدية المحلة، وبالتأكيد إن شاء الله هنشوف المزيد مع طبعا اكتساب الخبرات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ولكن مجموعة لعيبة متميزين جدا مع مدير فني مخضرم وعنده إمكانيات وبالتأكيد عايز ينفذها، ولكن عايز الوقت الكافي مع الفريق. تحياتنا ليك الكابتن حمادة علوي المدير أو مدير الكرة بفريق بلدية المحلة، شكرا جزيلا لوجودك معنا. امبارح كان في اكتر من مباراة في تصفيات يورو 2024 واستمتعنا بيهم، ابرزهم كانت مباراة انجلترا وايطاليا، ومنتخب انجلترا حقق الفوز على منتخب ايطاليا ب3 اهداف لهدف في المباراة. بعد الفوز تأهل منتخب انجلترا لنهائيات كأس الأمم الأوروبية بعد تصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، وجاء منتخب ايطاليا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط. المنتخبات اللي يعني ضمنت خلاص التأهل يورو 2024 هم منتخبات إسبانيا، اسكتلندا، فرنسا، هولندا، انجلترا، تركيا، بلجيكا، النمسا والبرتغال. الكرة الذهبية، الكرة الذهبية من أجمل وأحلى الحاجات اللي دايما بنقول خلاص منتظرين موعدها، موعد الحفل الخاص بيها. مين اللي بيتمنى انه يفوز بالكرة الذهبية؟ محمد صلاح. اكتر جايزة محمد صلاح بيسعى او نفسه ان هو يحقق اللقب الفردي ده، وبإذن الله هيحققها، وبإذن الله هيوصل للمرحلة دي في يوم من الايام، حتى لو بيترشح ولكن بعيد لسه شوية، لكن هيجي اليوم مع سقف طموحه اللي ملوش حدود ويحققها. الكرة الذهبية ان شاء الله الحفل الخاص بيها هيكون يوم 30 اكتوبر اللي جاي، واللي مرشح ليه أكتر من نجم أبرزهم ميسي، هالاند، امبابي، محمد صلاح، كيفن دي بروين. طيب في تقارير كده صحفية إسبانية بتقول إن هم عرفوا اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023 وهتمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تقرير بتأكد فيه إنه مجلة فرانس فوتبول بلغت ليونيل ميسي لاعب فريق انتر ميامي الامريكي انه فاز خلاص بجائزة الكرة الذهبية عن عام 2023. كمان قالت الصحيفة انه مجلة فرانس فوتبول
بعتت للصحفيين للولايات المتحدة الأمريكية علشان يبتدوا يعملوا بالفعل مقابلات مع ميسي، وهي بتكون مقابلة نقول عليها تقليدية بيتم تصويرها مع الفائز بالجائزة، علشان يعني الفيديو ده يتذاع خلال حفل الإعلان الرسمي. من المنتظر أن تعلن المجلة الفرنسية عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية خلال حفل إن شاء الله يكون في العاصمة الفرنسية باريس 30 أكتوبر الجاري. وصلت معاكم للتوقيت اللي بحبكم تتفاعلوا معايا فيه في برنامج صباح اون تايم في فقرة اللعبة. سؤالي ليكم النهاردة، في رأيكم مين الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية من وجهة نظركم لعام 2023؟ منتظركم تتفاعلوا معايا على مدار الحلقة، وفي آخر الحلقة بستعرض معاكم أبرز التوقعات. من الحاجات الحلوة قوي والذكريات الجميلة اللي دايما لما بنفتكرها ونتكلم فيها بنستمتع، بنفتكر كرة حلوة قوي، كرة ممتعة قوي، وكرة أثرت فينا جدا، ورموز حفروا بنجوميتهم وقد إيه أساطير في لعبة كرة القدم. فعلا لما بيطلق عليهم بعض الألقاب كده بتقول ظاهرة، هي ظاهرة، هو ظاهرة، هو مش هيظهر زيه تاني، هو مش هيجي زيه تاني، هو ظاهرة ومش هتتكرر. رونالدو الظاهرة، واللي كان رحيله من ريال مدريد في 2007 علامة استفهام كبيرة، ومعرفتش الجماهير وقتها السر وراء رحيل اللاعب، وده اللي كشفه فابيو كابيلو مدرب ريال مدريد السابق، واللي كشف عن سر رحيل رونالدو عن ريال مدريد بعد 16 سنة من رحيل اللاعب. وقال وقتها كابيلو ان طرده للاعب من النادي الملكي جه بسبب الاحتفالات والسهر. محدش كان عارف ايه الاسباب دي بالظبط، ليه يطرد من ريال مدريد. قال كابيلو في تصريحات نقلتها صحيفة اس الإسبانية في فبراير 2007، قررت طرد رونالدو من ريال مدريد، كان شخص بيحب الاحتفال جدا بالليل، بيشرك زمايله في ان هم يخرجوا معاه بالليل، وقال كمان عن مفاجآت انها كانت بعض الاسباب التانية لطرده لرونالدو. وقتها قال انه وزن رونالدو كان في السنة دي 94 كيلو في كاس العالم 2002، كان وزنه 82، طلبت منه انه هو ينزل وزنه علشان يوصل للحاجة دي او للرقم ده، لكن وصل ل 92.5 فقط وما نزلش عن كده، وده اثر جدا على مستوى. دي بعض الامور والتفاصيل او الخبايا اللي بعد سنوات كتيره قوي بتخرج علشان نعرفها عن اساطير وعن رموز ونجوم كانوا متواجدين في لعبه كره القدم او الساحره المستديره. وصلت معاكم للتوقيت اللي بنقول فيه اهم اخبارنا في فقره اون فاير نيوز. اول اخبارنا النهارده من النادي الاهلي، بيخوض عمرو السوليه ومحمود متولي ثنائي النادي الاهلي المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي للتخلص من الاصابه. هي مرحله علاج طبيعي مكثف علشان يستعيدوا الجاهزيه البدنيه ليهم مره تانية. قال الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق ان الثنائي عمرو السوليه ومحمود متولي بيأدوا مرحله جديده من برنامج العلاج الطبيعي المخصص ليهم، واكدوا ان هم خضعوا لقياسات بدنيه وعضليه خلال الساعات اللي فاتت، وانه هيكون في تقدم كبير في حالتهم هما الاثنين. كمان تأكد غياب الثنائي عن رحلة تنزانيا بسبب عدم جاهزيتهم. بتتوجه كمان بعثة فريق النادي الأهلي اليوم لتنزانيا استعدادا لمواجهة سيما التنزاني بالدوري الإفريقي على متن طائرة خاصة. بيخوض كمان الأهلي ميرانو الصباح اليوم بشكل طبيعي قبل ما يستعد اللعيبة للسفر للمباراة اللي هتقام يوم الجمعة 23، وبعد كده يرجعوا ويستعدوا لمباراة الإياب يوم 24 أكتوبر الجاري. بينتظم سباعي النادي الاهلي الدولي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني ومروان عطيه واحمد حسن كوكا وحسين الشحات في تدريبات الفريق بشكل طبيعي استعدادا لسفرهم مع فرقتهم لتنزانيا ان شاء الله علشان يواجهوا سيمبا، وكمان بعد عودتهم من الامارات وانتهاء معسكر منتخب مصر بعد وديتي منتخبي زامبيا والجزائر.
نروح معاكم لاخبار نادي الزمالك ونبتديها من عند الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني للفريق واللي عاد للقاهره امس القادمه من انجلترا في اجازه سريعه قضاها مع اسرته علشان يستغل حصول الفريق على اجازه يوم السبت والحد. ويقود اوسوريو تدريب الفريق اليوم استعدادا لمباراه سموحه في الدوري العام، كمان بيعقد قبل التدريب جلسه خاصه مع اللعيبه كنوع من التحفيز ليهم الى جانب الحديث معهم على اهميه الفتره اللي جايه سواء في الدوري العام او مشوار الفريق في الكونفدراليه الافريقيه. وكمان كان كابتن مدحت عبد الهادي وفريدي هويرا مساعد اوسوريو كانوا قادوا تدريب الفريق امس استعدادا للفتره المقبله. من الاخبار كمان المهمه اللي معانا بينضم لاعبو الزمالك الدوليين لتدريبات الفريق الجماعيه اليوم الاربعاء اللي بتقام على ملعب نادي الترسانه بعد انتهاء معسكر منتخب مصر عقب مواجهتي زامبيا والجزائر الودياتين في الامارات. بيعود التدريبات الثلاثي محمد صبحي، احمد فتوح، واحمد السيد زيزو. كمان طلب الكولومبي خوان كارلوس اوسوري المدير الفني للفريق من جهازه المعاون اعداد تقرير مفصل عن الثلاثي الدولي واللي بناء عليه هيتم تحديد البرنامج البدني والتدريبي للاعيبه في الفتره اللي جايه. ده طبعا ان شاء الله يكون قبل مواجهة سموحة المهمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. سامسون أكينولا المسؤولين داخل نادي الزمالك خلاص رحبوا برحيل اللاعب، وهو كمان بقى مرحب ان هو يرحل عن نادي الزمالك في فتره الانتقالات الشتويه في يناير اللي جاي، وده بحثا عن الفرصه وان هو يشارك في المباريات في ظل حاله التجميد اللي بيجدها اللاعب من قبل الجهاز الفني. سامسون أكينولا شايف ان الرحيل في شهر يناير افضل قرار بالنسبه لي، خاصه وانه اوسوريو اتكلم مع الجهاز المعاون ليه اكد ليهم انه اللاعب خارج حساباته تماما وانه موافق على رحيله خلال الفتره اللي جايه والنادي مش هيستفيد منه وانه محتاجين انه نادي الزمالك يستفيد من وراء بيعه أو إعارته لأي نادي تاني. كمان طلب سامسون أكينولا من وكيل وضرورة البحث لي عن عرض في يناير اللي جاي، وفي حالة إيجاد عرض فهو موافق على الرحيل ولكن على أن يتم حصوله على مستحقاته لدى النادي. قال نبيل طرابلسي مساعد جيرناتشو هو المدير الفني المنتخب بنين ان وزن سامسون أكينولا لاعب نادي الزمالك لا يليق بوزن لاعب كرة قدم، ولم يوجه المدرب المخضرم وهو الدعوة لأكينولا لاعب الزمالك علشان يضم او يتواجد في معسكر الجاري. كمان اللاعب غاب عن منتخب بلاده في الفترة اللي فاتت. قال كمان طرابلسي في تصريحات المدرب روهو يتابع بشكل مستمر كل المحترفين في مختلف الدوريات ما بينهم سامسون أكينولا وعارفين انه مش بيشارك مع نادي الزمالك. كمان خلال الفترة اللي فاتت كثفنا المتابعة أكتر وكان عندنا أمل في ضم اللاعب للمعسكر أو معسكر منتخب بنين علشان يكون واحد من أهم اللعيبة المتواجدين في المنتخب، خصوصا أن هو بيلعب في أكبر الأندية في القارة الإفريقية وهو نادي الزمالك، لكن شفنا أن وزنه لا يليق بوزن لاعب كرة قدم. كمان بيقول نأمل أن يتطور اللاعب يتحسن وأن يحافظ على لياقته البدنية عشان يكون ليه مكان في منتخب بنين. التصريحات دي مهمة جدا لأنها بتأكد طبعا على أنه عكس سامسون أكينولا في دوكو دودو لاعب سموحة بيقدم مستويات مميزة جدا بيشارك بصفة مستمرة جدا، وده اللي خلى المدرب يوجه الدعوة ليه وأنه هو ينضم للمنتخب. مشاهدينا لسه عندنا امور فنيه وتحليليه ولكن هنناقشها ونتكلم فيها طبعا مع ضيفنا اللي منورنا النهارده، ليكون معنا بعد الفاصل الكابتن صالح موسى لاعب الزمالك السابق. انتظرونا بعد الفاصل في صباح انصاري. مشاهدينا مرة تانية لسه نستكمل معاكم باقي فقراتنا ومنورنا ضيفنا النهارده الكابتن صالح موسى لاعب نادي الزمالك السابق. بنرحب بحضرتك كابتن صالح، اهلا بيك منورنا صباحا. اهلا وسهلا بيك يا فرح، انا سعيد جدا موجود معاك. طبعا في البدايه احداث كتير جدا عايزه اتكلم معاك عليها، ولكن خلينا نبتدي اول حوارنا بمنتخبنا المصري بما ان احنا لسه مستمتعين مباراه منتخبنا المصري ومنتخب الجزائر خلال الساعات اللي فاتت. الحقيقه انه كان اداء مشرف في نفس التوقيت رغم انه الجماهير المصريه ما كانتش راضيه عن التعادل، بتفسر ده بايه؟ حاله التشجيع الجماهير المصريه ابتدت ترجع لها مره ثانيه، وكمان الثقه اللي ابتدت ترجع لهم في منتخبهم المصري. اكيد طبعا منتخب مصر فرح طبعا الشعب المصري بالاداء وبالرجوله قبل الاداء بالروح والرجوله اللي لعبوا بيها. فرقه بتلعب قصاد منتخب كبير زي الجزائر، بتلعب طول يعني نص الماتش او اكتر من نص الماتش ناقص واحد،
ادوا باداء رجولي، ادوا بشكل قوي جدا، خلوا الناس زعلانه على اللي هي عايزه تكسب، عشان خاطر هم ادوا للجمهور الاتاح واللي احنا رجوله اللي احنا لازم نكسب الماتش دوت، او كان خلاص يعني يعتبر الثلاثه بونت او الماتش دوت مكسب منتخب مصر برجوله وبروح، وانت ناقص واحد زي محمد هاني بالعدد دوت وبالرجوله ديت، فاكيد كان نتمنى المكسب طبعا، لكن بنحييهم طبعا الاداء وفرحوا الشعب المصري بالاداء والرجوله، ان شاء الله يستمروا على كده. ماتشين ادوهم بشكل كويس جدا وماشيين بشكل كويس يعني. طيب لو اتكلمت معاك عن اللعيبه اللي من وجهه نظرك شفت خلال الفترات اللي فاتت كانوا اضافه لوجودهم في منتخبنا المصري، هم كلعيبه وهم في مراكزهم، لا المنتخب كان محتاج المراكز دي او ان يكون في لعيبه بالخبرات دي وبالامكانيات دي في بعض المراكز اللي مثلا احنا لو على مدار السنوات اللي فاتت كنا فتره من الفترات بنعاني انه ما فيش راس حربه في منتخبنا المصري، كنا في بعض المراكز كده بتتاثر على مدار فترات، تتاثر على مدار تاريخ المنتخب المصري، شفت مين من اللعيبه لا بالتاكيد كان التوب فورم بتاعته او وصوله للمستوى ده اضاف وجوده لمنتخبنا المصري؟ طبعا في لعيبه كتير، طبعا اللعيبه الموجوده هو لعب الماتشين، افراح بيعتبر الماتشين بنفس التشكيل او التغيير كان في واحد او اتنين بس، لكن في علي جبر لعب تحت ضغط كبير جدا في عدم وجود حجازي، كان راجل وكان شايل قد المسؤوليه وادى بشكل كويس جدا، شايف محمد عبد المنعم برده ماشي بشكل كويس جدا، شايف حمدي الباك ليفت ادى بشكل كويس، في لعيبه ظهرت برجوله، في لعيبه كانت قد المسؤوليه ادت بشكل يعني، الاماكن كان فيه اختلاف في ناحيه الباك ليفت الفترات اللي فاتت على المنتخب، لكن حمدي لما ادى مع فتوح بقى عندك اثنين على مستوى عالي، فالحاجات دي بتدي قوه للمنتخب اكيد يعني. انا بحيي علي جبر طبعا على المستوى اللي هو اداه الماتشين، خصوصا الانتقادات اللي كانت يعني بتناله قبل اللقاء ده بيهز ثقه اي لاعب زي ما حضرتك عارف بالتاكيد، فاللاعب بيدخل في تحدي مع نفسه انه يكون عايز يرد على الانتقادات دي. اكيد علي لعيب كبير ولعيب دولي طبعا، ولكن هو برده كان تحت ضغط ان في حجازي مش موجود ولازم يبقى قد المسؤوليه، لو كان هو مستواه كان اثر شويه كان الناس هتقول لك لا ده احنا عندنا ثغره في حته خط الظهر، حجازي كان مقصر او كلام ده، لكن احنا شفنا علي في الماتشين ادى بشكل كويس وساهم في الفوز بتاع الماتش الجزائر، وغير كمان هو بادي بشكل رجولي يعني، انا علي انا بحييه طبعا، هو لعيب كبير يعني، هو لعيب دولي ولعيب كبير، وفعلا في فتره طويله فتره كبيره جدا في انتقادات كانت لعلي على المستوى او كلام، فطبيعي اللعيب مش هيبقى على طول مستوى عالي، لازم يحصل له دروبات ولازم يحصل له كده، لكن اللعيب الكبير اللي يعرف يعدي المرحله دي ويبقى عنده ثقه في نفسه زي ما هو عمل يعني. بإذن الله. قبل ما أقفل معاك ملف منتخبنا المصري، تتوقع إيه الفترة القادمة خصوصا في تصفيات كأس العالم إن شاء الله، والاستعداد هنقول لأول تجميع المنتخبنا المصري بإذن الله هتكون يعني إحنا بنتكلم في إنه كأس الأمم الإفريقية لسه يعني بنتكلم، ممكن يكون في حاجة في يناير في التوقيت ده، كنا بنقول بعض كده التكهنات في بداية الحلقة، هل متوقع إنه إحنا رايحين على فين وإنه تصفيات كأس العالم هتكون عاملة إزاي معانا؟ طبعا بنتمنى طبعا ان شاء الله نعمل حاجه في تصفيات كاس العالم، احنا كلنا عشمانين فيهم اللي هم يؤدوا بشكل رجولي زي ما هم ماشيين، معاهم مدير فني محترم اتحاد الكوره كابتن حازم كابتن بركات موفرين كل الدعم ليهم، معاهم مجموعه لعيبه ثابته بقى لها سنين مع بعض على مستوى عالي، في لعيبه كمان برضو دخلت المنتخب زي مصطفى فتحي زي حسين الشحات، في لعيبه كتيره جدا دعم ليهم بشكل كويس، قادرين ان هم يتكتفوا قادرين يفرحوا الشعب المصري ان شاء الله، يوم مع التجمعات الفتره اللي جايه هيبقى في انسجام اكتر ليهم، يبقى في هدف اكتر ليهم، هيقدروا كده ان شاء الله مع قياده مع محمد صلاح طبعا اللي هو يقدروا يعملوا حاجه ليفرحوا مصر، لان احنا عايزين نفرح يعني الشعب المصري عايز يفرح اكيد يعني. اكيد كابتن صالح لسه حديثنا مطول معاك ولسه عندنا كلام كتير ان شاء الله هنتكلم فيه مع حضرتك طبعا بخصوص انت فين وفين من التدريب خلال الفتره القادمه ولا العمل الاداري بخصوص نادي الزمالك، عايزين نسترجع معاك ذكريات كتير، ولكن استاذنك واستاذن مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه مع ضيفنا الكابتن صالح موسى لاعب نادي الزمالك السابق في صباح اون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقرتنا مع ضيفنا النهاردة الكابتن صالح موسى لاعب نادي الزمالك السابق. عودة لحضرتك يا كابتن صالح مرة تانية، وعايزين نعرف
اخبارك ايه؟ يعني بعد فتره طويله من التالق سواء اذا كان نادي الزمالك بعدها انتقلت لاكثر من نادي، عايزين نعرف دلوقتي بقى بعد الاعتزال كابتن صالح موسى بيحضر لايه؟ هل هيتوجه للعمل التدريبي ولا الاداري اكتر؟ طبعا والله فرح الحمد لله طبعا الواحد على مسيرته اللي هو اداها والاجتهاد اللي هو عمله، الحمد لله فرحان وسعيد جدا باللي انا عملته. طبعا فرحان لان لعبت في نادي الزمالك وخدت دوري وكاس طبعا اكيد معاهم. شكرت ناس كتير جدا ساعدتني، شكرت ناس كتير جدا وقفت معايا لفترات طويله جدا، شكرت المدربين والانديه. باخد خطوه جديده الحمد لله، يعني ان شاء الله رب اتمنى ربنا يوفقني فيها. باخد عمل تدريبي ان شاء الله، باخد دورات دلوقتي، وبتمنى طبعا وجودي في نادي الزمالك. اكيد هم الناس مشكورين، في ناس من مسؤولين نادي الزمالك كلموني ان انا ابقى موجود في قطاع الناشئين، زي فرصه زي حازم امام زي ابراهيم صلاح، اللي الناس اللي هي لعبت في النادي وخدمت النادي بشكل كويس. الحمد لله بتمنى ربنا يوفقني في الخطوه اللي جايه، وان شاء الله اقدر اخد الخطوه ديت وربنا يوفقني في خط التدريب زي ما انا كنت لاعب ان شاء الله. بما انك ذكرت نجوم لنادي الزمالك يا كابتن صالح زي كابتن حازم امام ابن من ابناء نادي الزمالك ونجم من نجوم الفريق، كابتن ابراهيم صلاح ويعني من افضل لعيبه خط الوسط اللي في تاريخ نادي الزمالك اللي اضاف كتير جدا لوجوده لنادي الزمالك، عايز اعرف منك لو رجعنا بالتاريخ وبالذكريات عن فتره انضمامك لنادي الزمالك كلمنا عنها وفكرنا بيها مره ثانيه. اكيد انا رحت نادي الزمالك 2014 2015 يمكن دي السنه الاستثنائيه لنادي الزمالك. صحيح. كنت في نادي الاسماعيلي، كنت لاعب جميع الماتشات. هو نادي الزمالك كان بيفاوضني من ايام انا كنت في الداخليه، بس كان ايامها رئيس النادي كان ممدوح عباس، ما كانش نادي الزمالك بيخلص صفقات الكلام صفقات ده. فلما رحت نادي الاسماعيلي نادي الزمالك برده كلمني عن طريق كابتن طارق سيد اللي كان موجود معايا، قعدت معاه ما كنتش مصدق بصراحه. انا حلمي فرح، انت يمكن انت عارفه ان انا راجل زملكاوي، حلمي ان انا كنت ابقى موجود في نادي الزمالك او البس تيشيرت نادي الزمالك بصراحه. لما رحت نادي الاسماعيلي كلموني ومشوار كان مرتضى كلمني، كان اول سنه انا اول رحت اول صفقات. الحمد لله خلصوني في خلال ثلاث ايام، لان كان في انديه كتير كانت بتكلمني النادي الاهلي والناس سموحه وانبي، لكن انا كنت مفضل نادي الزمالك على اي نادي يعني، لان كان ده هدفي يعني. فالحمد لله المفاوضات خلصت، بعد كده صفقات مصر كلها جت ورايا. الحمد لله الموسم ده خدنا دوري كاس، كان الدوري كان غايب عن نادي الزمالك بقى له اكتر من 10 سنين. صح. الحمد لله الموسم ده كان موسم استثنائي لنادي الزمالك، هو موسم الخير لنادي الزمالك، بعدها الحمد لله البطولات جت في نادي الزمالك على طول، خدنا دوري كاس ووصلنا قبل نهائي افريقيا، وكنا موسم استثنائي وكنا لعيبه كلها على مستوى عالي. كان معانا مصطفى فيريرا، كان معانا كابتن حسام حسن، كابتن محمد صلاح، كان معانا جهاز على جميع الاجهزه اللي لعبنا معاهم، اجهزه محترمه. ربنا كرمنا الحمد لله قدرنا نفرح الجمهور، جمهور الزمالك كان غايب على الفرحه بقى لها فتره طويله. يمكن ده الموسم دوت بالنسبه لي يمكن ما لعبتش ماتشات كتيره، لكن بالنسبه لي انا يمكن اهم موسم بحياتي، اللي انا كنت موجود وقدرت افرح نادي الزمالك، او اسمي كان موجود ان انا اخد بطوله او بطولتين في نادي الزمالك بالشكل ده يعني. في الفترة دي تعاملت مع لعيبة كتير جدا، لما بتشوفهم دلوقتي في البعض منهم حافظ على مستواه ولسه متألق، وفي البعض الآخر خرج من المشهد تماما. لما بتفتكر الذكريات يعني أعتقد كان ليك ذكريات مع كابتن أحمد الشناوي، أحمد عيد، وكابتن أحمد عيد، ذكريات كتيرة قوي 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 في التوقيت ده مع نادي الزمالك، خصوصا التتويج بدوري وكاس وولاية مستر فيريرا الأولى مع نادي الزمالك، ذكريات كتير جدا. عايزينك تكلمنا في التوقيت ده عن اكتر الذكريات واللعيبه، فكره انك انت ما كنتش بتلعب اساسي، طب مين وقتها كنت يعني تتبادل معاه او بيلعب عليك، وشعورك كان عامل ازاي؟ انا طبعا في الموسم ده انا اول صفقات كنت موجود، طارق حامد جالنا اخر صفقات وكان اعلى صفقه في مصر. طارق كان اقرب الناس ليا، يمكن انا كنت اقرب واحد لطارق، كان معايا في غرفه، فكان طارق اعلى صفقه موجوده، وثمان ماتشات ولا تسع ماتشات ما كانش بيلعب، ما كانش بيلعب كابتن ابراهيم صلاح اللي بيلعب واحمد توفيق ومعروف يوسف. فانا كنت قاعد جنب طارق، طبعا انا كنت بلعب في نادي الاسماعيلي وبس يعني، وعايز العب، فكنت متضايق انا ما بلعبش، فمش شايف طارق ان هو بيغل وبيدوس على نفسه في التمرين يعني ما فيش همدان، ما فيش الكلام ده كله. فجيت جنبه على الدكه كده كنا في ماتش، قلت له طارق انت ازاي مستحمل اللي انت اغلى لعيب في مصر وقاعد احتياطي تسع ماتشات؟ قال لي بص يا صالح، انا يوم ما العب هبقى رقم واحد في مصر وهبقى رقم واحد في الزمالك. قسما بالله العظيم انا طارق، انا يمكن كان هو معايا في غرفه واحده، انا يمكن بلاقي الفجر السرير بيتهز، ابص كده الاقي طارق بيعمل ضغط وبطنه في ال... فطارق مجتهد جدا وطارق ملتزم جدا وعنده ثقه في نفسه عاليه جدا، يمكن ده من بعدها لعب وهو رقم واحد، كان في نادي الزمالك لحد ما مشي من نادي الزمالك ورقم واحد في مصر. ومن ساعه ما جات له الفرصه طارق حامد، يعني بعد اصابه في التوقيت ده كابتن ابراهيم صلاح،
لاعب طارق حامد وما تنازلش عن الفرصة اللي اتكلم خالص فيها. خالص طارق ده النوعيات اللي هي عندها هدف وعندها طموح وعندها ثقة في نفسها. وكان في ميزة تانية، احنا عندنا كان كل اللعيبة نجوم، يعني يمكن في كل مركز 3 4 نجوم كان لهم جايين من أنديتهم نجوم يعني في الدوري، كانوا في ناس كانت بتطلع بره وكان ناس ما بتبقاش موجودة في التشكيل خالص والكلام ده كله، ما كانش حد بيزعل، ما كانش حد بيبقى زعلان اللي هو ما لعبش، كان كله عنده انكار ذات، كله كان بيحب النادي، كله عنده هدف واحد اللي هو يبقى مرجعين بطولة لنادي الزمالك. فأنا بصراحة كان هدفي نادي الزمالك ياخد بطولة. زعلان ان انا ما بلعبش وكنت ما بغيبش تمرينه وكنت بموت نفسي في التمرين عشان خاطر العب والكلام ده كله، لكن الحمد لله ربنا كرمني في الاخر، يمكن ما شاركتش كتير بس حب الناس حب جمهور الزمالك ده عندي بالدنيا كلها يعني، فربنا كرمني بالحته دي يا فرح. صحيح. طيب لما بتشوف لعيبه نادي الزمالك دلوقتي، مش هنقول كلهم ولكن مقارنه بنجوم نادي الزمالك او الجيل اللي انت لعبت معاه، شايف انه في بعض اللعيبه مش الكواليتي بتاع نادي الزمالك، او نادي الزمالك مفتقد حاليا القيمه دي من اللعيبه والمستوى ده من اللعيبه، ونادي الزمالك محتاج يعمل ايه عشان يرجع الكواليتي ده من اللعيبه والقوام اللي يعني فكره انك لما تشوف نادي الزمالك تقول ده في كل مركز لاعب واثنين وثلاثه؟ صح. مش اي لعيب بيلعب في نادي الزمالك يا فرح، مش اي لعيب بيلعب تحت ضغوطات، مش اي لعيب بيلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك، حتى لو ممكن يكون لعيب جامد جدا وكل حاجه بيجي في نادي الزمالك او نادي في نادي عليه ضغط ان هو لازم تكسب بس عنده جمهور كبير بحجم نادي الزمالك، ما عرفش يأدي، ما عرفش يشتغل بشكل كويس، فمش اي لعيب يبقى موجود في نادي الزمالك. في لعيبه في نادي الزمالك على مستوى عالي، وفي لعيبه يعني معلش ما تلتش اللي هي تلبس شيرت نادي الزمالك، يعني هم لا هم اقل من المستوى بكثير، في لعيبه كثيره جدا موجوده في نادي الزمالك بس احنا بنعذر لان نادي الزمالك بقى له موسمين ما محروم من القيد فمش عارف يجيب لعيبه، فمضطر ان هو يبقى معتمد على والامور الماديه بالظبط، وعدم الاستقرار الاداري اللي مش موجود موجود في مجلس الاداره والكلام ده كله، فاكيد في لعيبه مضطره اللي هي تبقى موجوده ان انت تعتمد عليهم، لكن في لعيبه لازم تبقى عارفه ان حجم تيشيرت نادي الزمالك كبير، لازم تبقى عارفه ان انت بتلعب نادي، تبقى دي فرصه، دي فرصه ليك انت لما تمشي في نادي الزمالك هتندم، لما تمشي في نادي تلعب في نادي كبير نادي جمهور زي كده هتندم، هتبقى نفسك ترجع تاني تبقى موجود في نادي زي دوت عشان تطلع كل اللي عندك، فدي فرصه للعيبه اللي هي تقدر تطلع كل طاقتها وتقدر تفرح جمهور زي كده جمهور نادي الزمالك، هتبقى مكتوبه لك في تاريخك يعني. بالتاكيد. هل هنقول انه بسبب وجودك في نادي الزمالك كان ليك بعض التصريحات قلت فيها انك اتظلمت بسبب انتمائك لنادي الزمالك وده كان محسوب عليك وضرك في امور كتيره؟ عايزه افهم منك مدى ضرر اللاعب لما يكون منتمي لفريق وبيحبه ويعني ارتدى التيشيرت بتاعه حتى لو ما كانش حقق انجازات. انا فرح لما مشيت من نادي الزمالك رحت نادي مصر المقاصه مع كابتن ايهاب جلال، كنت بلعب جميع الماتشات، فاول ماتش ليا ضد نادي الزمالك، فكابتن ايهاب عنده سنه التدوير يعني ممكن تلعب ماتش ده اساسي الماتش اللي بعده تلاقي نفسك على احتياطي مفيش مشكله، فكنا بنلعب في بيترسبورت، فالماتش دوت لقيت كابتن ايهاب معادي احتياطي، فاتفاجئت طبعا فمش مشكله كنا كاسبين 1-0، فنزلت اخر ربع ساعه ففي تغطيه غطيت الاوفسايد في جون مصطفى فتحي نادي الزمالك جاب جون، فطلعت من الماتش يعني انا استحاله طبعا ما فيش لعيب طبعا مهما حب نادي الزمالك ما فيش لعيب طبعا ده اكل عيشي، ما فيش لعيب يفوت ماتش النادي او الكلام ده كله. فطلعت طبعا لقيت حمله اعلاميه كبيره جدا فرح عليا ان انا مفوت الماتش ولنادي الزمالك وان انا رفضت اللي العب اساسي ضد نادي الزمالك والكلام ده، ومشيت من نادي المقاصه ما لعبتش ماتش تاني من بعد الماتش ده، مشيت من نادي المقاصه بسبب القصه دي وعملوا عليا غرامه ومشيت ما قدرتش اكمل في نادي المقاصه. اتهموك وقتها؟ اكيد طبعا، ومكتوب الصحافه الاهلاويه عملت حمله اعلاميه كبيره جدا عليا، فضلت ساكت. بس اعتقد ده بيمر بيك معظم اللعيبه اللي بيكون معروف ان هم بيحبوا تيشرت النادي ده او ان هم كانوا بيرتدوه او منتميين بس للنادي. ما ينفعش تتهم حد اللي انت بتفوت ماتش ده غير مقبول، هو غير مقبول. ما ينفعش اكل عيشك، الانتماء حاجه واللي انت بتحب النادي ده حاجه ثاني وده شغلك واكل عيشك ده حاجه ثاني، يعني ما ينفعش ان انا كابتن صالح ده بيتم اتهامه للمديرين الفنيين. اكيد بيحصل يعني بيحصل. في مدربين زملكاويه كتير جدا زي كابتن طارق يحيى بالظبط اتعرض لحاجات كتير، اتعرض لده وطلع وبكى على الهواء، اتحدث في جزئيه انه ليه الامور بنخلط الامور ببعضها، مش معنى ان انا مدير فني كان وقتها مدير فني الفريق طلع على الجيش وتم اتهامه بنفس التهمه، فبتكون امور صعبه ولكن يعني بقينا بنشوفها كتير. انا فرح بعد الموسم ده ما اتكلمتش خالص، بعدها بموسم رحت نادي الرجاء ونزل بنلعب نادي الزمالك وانا في نادي الرجاء،
نادي الزمالك كسبان 1-0 وانا جبت الجون في نادي الزمالك، اتعادلنا 1-1 وكان نادي الزمالك بينافس على الدوري. وساعتها طلعت رديت قلت لهم الناس اللي اتهمتني من سنه اللي انا فوتت، وانا دلوقتي جبت الجون في نادي الزمالك وضيعت 2 نقط على نادي الزمالك، ما فيش الكلام دوت. فتعرضت لحاجات كتيره جدا من القصه ديت، وفي انديه رفضت التعاقد معايا بسبب انتماء نادي الزمالك، لكن كل ده ما عنديش مشكله فيه. يمكن انا اعتزلت بدري بسبب القصه دي، لكن كل ده ما عنديش مشكله فيه. اهم حاجه عندي والله بجد فرح، والله اهم حاجه عندي كان حب جمهور الزمالك، هو ده اللي دايم معايا مش اكتر. يعني الذكريات اللي مش هتنساها ابدا مع مستر فيريرا ومع نادي الزمالك في التوقيت ده غير اللعيبه وغير ذكرياتك مع اللعيبه، لكن ذكريات داخل جدران القلعه البيضاء ومستر فيريرا، وتعلمت منه ايه؟ مستر فيريرا اتعلمت منه حاجات كتيره جدا. يمكن انا ما كنتش بلعب معاه بس كنت بحبه جدا. مدرب شخصيه قويه جدا، بيعلمك الصبر، بيبقى موجود بيهتم باللعيبه اللي بره اهم باللعيبه اللي موجوده جوه. كان بيحضر معانا كل التمرينات، كان في بعض التمرينات كان بيحاول يشارك فيها، فكنت انا بقى بحاول اغل كده فرح والعب جامد عشان خاطر ابين له اللي انا عايز العب والكلام ده كله. فدخلت فيه دخله جامده شويه، فكان بعيد جه لي جنبي كده قال لي يا صالح ما ينفعش انت راجل كبير ما ينفعش تخش عليه كده. فقال له بس هو فاهم اللغه اللي احمد بيكلمني عشان خاطر كده، فقال لي احمد لا خلاص ما تكلموش، انا عارف ان هو بيعمل كده عشان يثبت لي اللي هو عايز يلعب والكلام ده كله. فهو بعد ما لعبت مع اخر ماتشين فقال لي انا لو عرفت ان انت كنت شايفك بالمستوى ده انا ما كنتش مشيتك، ما كنت لعبتك من الاول خالص. فالحمد لله كان نصيب معايا، وكنت مجتهد معاه وكنت ملتزم معاه اخلاقيا، ما كنتش بعمل مشكله خالص. لكن مدرب كبير اتعلمت منه حاجات كتيره جدا 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 طبعا، وبحبه جدا، وهو كل اللعيبه بتحبه، ليه مسيره معانا بشكل قوي جدا مع جمهور نادي الزمالك. يعني صحيح، ايه اكبر صدمه تعرضت ليها في مشوارك في الساحره المستديره؟ اكبر صدمه تعرضت ليها لما اتهمت في مع نادي المقصه ومشيت بسبب القصه، لان ديت غيرت مسيرتي شويه في الكوره. اتظلمت فيها اكيد طبعا، اكيد اتظلمت فيها وحسيت بظلم ومشيت من نادي المقصه، كنت نفسي اكمل وكنت ماشي بشكل كويس، غيرت مسيرتي برضو. فالحمد لله طبعا، لكن ديت الحاجه الوحيده اللي انا اتصدمت فيها. هتكلم معاك عن التوقيت الحالي لنادي الزمالك واداء اللعيبه والمستوى الفني، رأيك ايه في اسوريا بما انك اتعاملت مع مدير فني زي مستر فيريرا والمديرين الفنيين الاجانب والعقلية المصرية في نفس التوقيت، شايف انه مستر اسوريا وطريقة لعبه مع نادي الزمالك هي الافضل والامثل في التوقيت ده؟ بص، هو الراجل مش عارفين نحكم عليه، لان هو برضو في موجود في تحت ضغط وظروف للنادي مش كويسه. هو بيحاول يغير كل ماتش، كان بيحاول يغير، الاداء ما كانش ثابت معاه، لكن لما حاول يثبت لعيبه معينه في الملعب ابتدى نادي الزمالك يظهر بشكل كويس. اكيد الراجل ليه فكره، اكيد مدرب كبير طبعا، لكن الصبر عليه، لكن لما الامور تبقى مستقره في النادي ويبقى في دعم ليه للعيبه اللي هو عايزها يبقى موجوده نقدر نحكم عليه بشكل قوي جدا. لكن هو الفترات اللي فاتت او الثلاث ماتشات او الماتشين اللي فاتوا اخر ماتشين نادي الزمالك في اداء في نادي الزمالك، في روح، في شكل، في تثبيت. لما ثبت التشكيله نادي الزمالك عمل بقى في اداء كويس، كسب ماتش البنك وكسب ماتش في افريقيا وكان اداء احسن. لكن الماتش الاول كان كل ماتش بيلعب بتشكيل معين، تحس ان هو ما كانش عارف اللعيبه، ما كانش ثابت على التشكيله كلها. لكن لما بعد الاستمراريه وبعد ما الجهاز اتدخل، لان انا عارف في بعض من الناس من الجهاز كابتن عبد الواحد وكابتن منصف واحمد مجدي كانوا موجودين، اكيد هم ثبتوا التشكيله، في لعيبه اساسيه، في رقم واحد وفي رقم اثنين في نادي الزمالك. في اي نادي في نادي كده في رقم واحد وفي رقم اثنين، ما ينفعش ان انا اقعد العب مثلا اوباما يعمل ماتش كويس جدا والماتش اللي بعده اطلعه بره خالص. فهو لما ثبت التشكيله ظهر مع نادي الزمالك وظهر اداء. طيب لو اتكلمت معاك ايضا عن الامكانيات اللي عند لعيبه نادي الزمالك، هل ممكن ان هي تنفذ طريقه اللعب والخطه اللي مصر عليها مستر اسوريو، ولا من وجهه نظرك شايف انه ابتدى يغير شويه زي ما بتقول كده منه في بعض الامور اللي هتخلي الدنيا اسهل شويه للعيبه؟ اكيد هو ابتدى يغير فعلا زي ما انت قلت كده فرح، هو ابتدى يغير لان هو ما عندهوش، هو عنده عدد محدود وعنده اللعيبه السوبر كويسه في الزمالك معروفين محدودين، فمش هينفع تغير كتير. لكن انت ما عندكش واحد واثنين وثلاثه تقدر تغير تحط تعمل تشكيله زي ما انت عايز، تقدر تحط ده وتشيل ده. لكن انت لا، انت هنا بيحصل فرق لما انت بتغير تشكيله او تغير لعيبه، بيحصل فرق، بتلاقي الاداء مش موجود. لكن انت لما بتثبت وعارف ان لعيبه نادي الزمالك، لان اللعيبه ديت بقى لها ثلاث اربع سنين مع بعض، يعني لعيبه نادي الزمالك الموجودين انت بقالك كذا موسم ما فيش قيد، كذا فتره ما فيش قيد، فما تقدرش الدعم، فاللعيبه دي ثابته مع بعض فحافظين بعض، فما ينفعش تغير عليهم، ما ينفعش ان انت تجيب لعيبه وتخرج لعيبه. لكن لو لما ثبت ظهر نادي الزمالك ظهر الشكل، تقدر تغير الكلام دوت لما يجي لك دعم بقى، لكون اللعيبه اللي انت عايزها موجوده، يبقى عندك واحد واثنين وثلاثه تقدر تغير زي ما انت عايز.
بالتأكيد. طيب لو اتكلمت معاك على قطاع ناشئي نادي الزمالك، يعني أنا عارفة أنك لسه كنت بتقول لي في إن شاء الله الفترة القادمة ممكن تنتقل لنادي الزمالك، تبقى دي حاجة مشجعاك أنك تبقى في قطاع الناشئين. لما بتشوف وبتنظر لقطاع ناشئي نادي الزمالك وفي أكتر من عنصر تم الاستعانة بيهم في الفريق الأول خلال الفترة اللي فاتت، لعيبة تألقت بشكل كبير جدا، لعيبة خرجت بره النادي للإعراض ومتألقين حاليا، وجهة نظرك إيه في اللعيبة اللي أخدت فرصة وحتى القوام اللي متواجد حاليا فيما تبقى من اللعيبة واللي لسه إن شاء الله برضو هيتم اكتشافهم في قطاع الناشئين؟ احنا من ساعه مصطفى محمد واحنا شايفين مصطفى طلع من قطاع الناشئين وطلعناه اعاره ومشي كويس ورجع تاني للفرقه ومتالق واحترف بالشكل ده. قطاع الناشئين نادي الزمالك بقاله فتره ماشي بشكل كويس جدا، مطلع لعيبه في وقت صعب جدا، شالت نادي الزمالك وجابت الدوري في نادي الزمالك زي سيد نمار زي حسام، في لعيبه كتيره جدا شالت ضغط وشالت حمل كبير وهم صغيرين يعني. فقطاع الناشئين بتاع نادي الزمالك مليان لعيبه كتيره جدا كويسه ويقدروا نادي الزمالك يعتمد عليهم الفتره اللي جايه. طبعا في مدربين محترمين كتيره جدا موجوده في قطاع الناشئين على اعلى مستوى، طبعا كابتن اسماعيل يوسف وكتر، في لعيبه في مدربين كتيره جدا قادرين يطلعوا نجوم كتيره جدا زي حسام وزي سيد نمار وزي مصطفى وزي الكلام ده كله. لو قدرنا ندي فرصه للعيبه ديت، حتى اللعيبه اللي مش ممكن تشارك في الفريق اول ممكن نطلعها اعارات ويستفاد منها بالشكل دوت، ياخد خبرات ويعتمد وبعد كده نرجعه تاني. فنادي الزمالك ابتدى يستثمر قطاع الناشئين بشكل كويس جدا للفريق الاول يعني. اصوله في بعض المباريات بتلاقي رغم انه عنده راسين حربه، عنده بنتكلم على ناصر بنسي، بنتكلم على سيف الدين الجزيري، سامسون اكينولا اقول بره الحسابات شويه. اكيد ولكن اتنين لعيبه والاتنين يعني قدروا ان هم يصنعوا الفارق، رغم كده بنشوف في بعض المباريات بيلعب من غير راس حربه. وشفنا ده في مباراة المقاولين لما اعتمد على احمد سيد زيزو راس حربة وما لعبش سيف الدين الجزيري ولا ناصر منسي. تعليقك ايه وهل شايف ان دي الطريقة الامثل ولا اثبتت فشلها علشان كده بقى يلعب براس حربة وهمي في بعض المباريات لما بيكون اوباما في قمة طلع؟ هو طبعا مستوى سيف في فتره معينه اكيد مستواه قل شويه عن التهديف والكلام ده، هو ما شجعهوش اللي هو يعتمد على سيف الفتره دي فابتدي يغير. ناصر بعيد بقاله فتره عن الماتشات، فعشان تعتمد عليه برضه في ماتشات كتيره زي كده ما برضه كان بعيد شويه. مين اللي بعد ناصر منسي في ظل تألقه سواء اذا كان مع فريق طلائع الجيش او البنك الاهلي عن التألق ده، مين اللي بعده عن مستواه؟ انا لعبت مع ناصر في الداخليه، ناصر لعيب كويس وفرود محترم جدا. البعد عن المشاركات فرح بيبقى بيقلل بالذات راس الحربه، راس الحربه يبقى ما لازم يبقى مشارك على طول، لازم يبقى عنده حساسيه الماتشات حساسيه التهديف، فلما تبعد وما تشاركش ماتشات بتقلل مستواك بيقل. فاكيد هو ناصر محتاج اعاده ثقه تاني ليه، اعاده ثقه مدرب من نجوم المنتخب الاولمبي. انت أكيد بتتكلم أكيد على لاعب وبتتكلم هو على لعيب كبير وعندك مشكله دايما في مركز تسعه، يعني دايما عندك مشكلة في المركز ده لأنه من المراكز اللي احنا محتاجينها في بعض المباريات، وخصوصا لما يكون عندك مهاجم مصري. دايما المهاجمين بتلاقي المهاجمين المتألقين، مهاجم إفريقي مهاجم أجنبي، لكن انك تبحث عن مركز تسعة ولاعب يكون متألق وبيستغل الفرص بشكل كبير، اعتقد بيبقى صعب انك تبعد اللاعب ده فترة طويلة عن المشاركة لأنه هيأثر على مستواه. اكيد طبعا لازم انا حتى لما هو رجعه ماتش افريقيا لعب بيه حتى تحت ضغط برضو ان هو كان عايز يجيب جون وعمل والماتش مضغوط وماتش مقارب، فلازم تبقى تدي له ثقه في ماتشات سهله يقدر يعيد فيها مستواه يجيب فيها تهديف تاني يقدر يرجع ناصر مستواه الاساسي يعني المستوى اللي احنا عارفينه. فمش هتقدر تساعده، لكن ما ينفعش تحطه تحت ضغط في ماتشات صعبه وانت مضغوط فيها وانت محتاج لازم تكسب فيها وتقول له هات مستواك لو تحكم عليه، لا حرام يعني. في القصه دي اللعيبه لازم تساعد لازم يساعد المدرب ولازم يساعد من اللعيبه اللي موجوده في الملعب اللي هي ترجع له الثقه في نفسه، عشان خاطر احنا عارفين ان هو لعيب كويس لعيب كتير صحيح. كبير وعنده امكانيات كبيره جدا وتالق في النادي في البنك وتالق في بيراميدز ومتالق في الداخليه وكان في الجيش، فهو لعيب كويس ويقدر يستفاد منه الزمالك الفتره اللي جايه لو قدر يديله الثقه يعني. ايه المطلوب من نادي الزمالك علشان يفوز ببطوله الكونفدراليه الافريقيه؟ مطلوب طبعا انكار ذات للعيبه مع بعض، لازم اللعيبه تكون عندها انكار ذات، لازم اللعيبه تكون قلبها على قلب رجل واحد، عندها لازم اللعيبه يكون عندها هدف كبير جدا لازم ترجع افريقيا وتاخد بطولات للجمهور وتفرح الجمهور ده. لازم اللعيبه ما تحطش في دماغها زي ما هم الفتره الاخرانيه يعني ما حدش يعرف يخترقهم عاملين كده مع بعض معدين كل المراحل الصعبه،
المرحله ديت محتاجه رجاله، لان الزمالك هم كانوا رجاله الفتره اللي فاتت دي، فلازم يكملوا كده، ولازم يبقوا عاملين حساب الماتشات الضعيفه اللي احنا وقعنا فيها في افريقيا قبل كده، يعملوا حسابهم في الدوري. المجموعات مش سهله، لازم يهتموا بالبدايات اهم حاجه، عشان ما تجيش تخسر في البدايات وبعد كده تلاقي نفسك خسران بنقط، تلاقي نفسك بره البطوله، فلازم تهتم بالبدايات الفتره اللي جايه واخدها بجديه. بما انك اتكلمت عن انكار الذات وعن لم الشمل داخل نادي الزمالك، فبالتاكيد دور القائد بيكون مهم في التوقيت ده. لاعب زي شيكابالا وجوده مع نادي الزمالك ما اصبحش فقط القائد اللي ممكن نادي الزمالك يكون بيعتمد عليه في الامور الفنيه مع اللعيبه، يلم الشمل الامور الاداريه، لا، شيكابالا بمهاراته اللي بقينا نشوفها خلال الفترات اللي فاتت، مع التوقيت اللي بيتم الاستعانه بيه في المباريات، ازاي بينزل يصنع الفارق، لازم يحط الهدف بماركه شيكابالا في المباريات. تعليقك ايه؟ وهل انت مع ولا ضد اعتزال شيكابالا؟ لا طبعا، شيكابالا قدامه كتير طبعا، اعتزال لا، لسه بدري على اعتزال شيكابالا. احنا شايفين بيأدي بشكل كويس، بيقدر يكسب نادي الزمالك، غير ان هو قائد بره الملعب جوه الملعب، غير اللي هو لامم، هو اللي لامم، هو كابتن محمد عبد الشافي اللي لامين فرق الفتره اللي فاتت دي. شيكابالا طبعا مهم جدا لجمهور نادي الزمالك، مهم جدا نادي الزمالك الفتره دي، اللي هو لازم يبقى موجود لاكثر مدى لمسافه طويله جدا من السنوات، طبعا يبقى موجود نادي الزمالك. راجل بينزل يكسب نادي الزمالك على طول في ماتشات صعبه جدا، ده اللعيب الكبير وده القائد اللي هو يقدر يلم الفرقه في اوقات الصعبه. طيب لو قلنا الفتره اللي جايه نادي الزمالك في ظل الانتخاب مجلس الاداره الجديد ان شاء الله يوم الجمعه القادم، شايف من وجهه نظرك نادي الزمالك محتاج دعم الصفقات في انهي مراكز، وايه اللي محتاجه فريق الكوره في اول يعني بصمه زي ما بنقول عليها، علشان جماهير نادي الزمالك ترجع تشوف الفريق مره تانية بيستقر؟ ايه اللي محتاجه الفريق، وايه المراكز اللي محتاج ان هو يدعمها؟ الفريق محتاج استقرار اداري، من اللي عنده مشكله ماديه يقدر يخلصها، ده اللي محتاجه الفريق من المجلس اللي هيبقى موجود. كل المستحقات والامور الماديه والعقود اللي بتنتهي في يناير لازم يتجدد للعيبه، عشان يبقى في استقرار للعيب، يبقى عارف ان هو خلاص مستقر وموجود في نادي الزمالك يقدر يركز. المراكز محتاجين مراكز كتيره جدا طبعا، نادي الزمالك محتاجين راس حربه على مستوى عالي جدا، محتاجين صانع العاب على مستوى عالي، محتاجين جناح برضو على مستوى عالي، محتاجين واحد ناحيه اليمين برضو، محتاجين حوالي اربع خمس مراكز قويه جدا، لان انت بتلعب على كذا بطوله ولازم يبقى عندك بدايل واحد واثنين وثلاثه على مستوى عالي برضو. ما ينفعش يبقى عندك لعيب او اثنين بس بتعتمد عليهم، لا، لازم يبقى عندك ثلاث اربع لعيبه في كل مركز تقدر تنافس بيهم البطولات اللي انت بتاخدها. صحيح. طيب لو رحت معاك للجانب بقى الخاص بتألق اللعيبه في طبعا المنتخب، واللعيبه اللي ابتدى يحصل عليهم كلام، وانك بتتكلم على العقود او ان يكون في تجديد سريع للعقود اللي قربت ان هي تنتهي، بالتاكيد على طول دماغنا بتروح لفتوح من اللعيبه اللي ابتدى يحصل عليهم كلام انه في تنافس شديد من قطبي الكره المصريه ومتواجد في نادي الزمالك، النادي الاهلي ابتدى ممكن يكون في خط مفاوضات من الكلام ومن الاخبار اللي بتنتشر، هنقول ان هي شائعه، ولكن نادي الزمالك لازم يعمل ايه سريعا اذا في مغالاه من فتوح في التجديد؟ طبعا لازم نادي الزمالك يهتم بالتعاقد او التجديد مع فتوح، ولازم فتوح يبقى عارف ان هو بيجدد من نادي الزمالك، ولازم يبقى عارف خير نادي الزمالك عليه، ولازم يبقى عارف ان نادي الزمالك هو اللي عمل فتوح، لازم يبقى عامل حسابي. لكن ما ينفعش ابالغ، لا طبعا ده حقك واكل عيشك والكلام ده، لكن ما ينفعش ابالغ بطلبات على نادي الزمالك، ما ينفعش اساوم نادي الزمالك باي حاجه تاني. تعرف ان نادي الزمالك عملك وعمل اسمك، ولازم تحسب الحاجات ديت في نادي الزمالك، وجمهور نادي الزمالك مش هيتعوض تاني، وفتوح عارف حاجه زي كده. ولكن على المجلس اللي هو يجدد، وعلى المجلس اللي هو يقدر فتوح بشكل قوي جدا. اتمنى فتوح لو هو اتقدر، واضافه طبعا اللي موجوده نادي الزمالك، لكن هو كمان لازم ما بالغش او في الطلبات اللي على نادي الزمالك الماديه. اكيد. رايك ايه في رحيل امام عاشور عن نادي الزمالك؟ باني بكلمك على مدى انتمائك وحبك لنادي الزمالك قبل ارتدائك حتى التيشيرت النادي، شفت ازاي الانتماء ده والتحول من فكره الانتماء، هو مفيش انتماء فرح، للعقليه اللي هي العمليه قوي، شفت ده ازاي؟ وهل كان موقف صادم ليك لرحيل امام عاشور عن نادي الزمالك؟ موقف صادم ليا لاسبابه، لافعاله، اللي هو كان بيحب نادي الزمالك الانتماء قوي بالظبط. لكن انا ما بص انا بصراحه ما
ما بحبش كده، انا احب البني ادم يبقى صريح مع نفسه، ابقى ما ينفعش اضحك على جمهور، ما ينفعش ان انا ابوس التيشيرت هنا واروح بس التيشيرت هنا، ما انا ضد الحاجات دي يا فرح. لكن احب اللعيب يبقى خلاص ما تعلنش، يعني ما تكونش تعلن ان انت راجل زملكاوي جدا وبتعمل مشاكل في الفرقه وانت في الزمالك ضد النادي الاهلي في النادي الاهلي وبعد كده ففي حاجات برضو تحس عكس بعض كده يعني. فانت لو بصيت لها ماديات خلاص انت بصيت شايف انها تناقض. اكيد انا بالظبط، انا انا بحب الصراحه، تخليك صريح جدا. كهربا كان معانا في الاهلي في الزمالك وعارفين كلنا، احنا عارفين ان كهربا اهلاوي، لكن ما كانش يعني اللي هو بيثير المشاكل في توقيت وجوده داخل بالظبط. بتمنى التوفيق طبعا، وهو ماشي بشكل كويس ولعب كويس ولعب كبير طبعا، بتمنى له التوفيق. ونادي الزمالك ما بيقفش على حد، نادي الزمالك بيقدر يعوض اي لعيب موجود يعني، احنا ساسي مشي وطارق مشي ونادي الزمالك ما بيقفش على حد يعني. هنتقل معاك للنادي الاهلي، شايف النادي الاهلي وبيمشي بخطى ثابته خلال الفتره اللي فاتت والامور مستقره معاه بدايه من نهايه الموسم اللي فات، حصوله على العديد من الالقاب والبطولات نفس التوقيت، يمكن افتتح الموسم ده بخساره للسوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري، لكن عوض الخساره دي بانه لملمه الاوراق السريعه علشان استعدادا لبطولات قادمه، سواء كان مسابقه الدوري المصري الممتاز او حتى دوري ابطال افريقيا. لازم النادي الاهلي سريعا بتلاقيه بيرجع على طول في الفورمه وما بيتاثرش. تعليقك ايه ووجهه نظرك في اللعيبه والسكواد القوي اللي بقى كولر عنده يقدر يعتمد عليه في كل المباريات؟ ده برضو يرجع للاداره طبعا، اداره مستقره عندهم ثبات عندهم استقرار، ده كله عامل استقرار في الفريق وعامل استقرار في الجهاز الفني. فطبعا الاداره عامله مناخ حلو جدا للعيبه النادي الاهلي، وعندهم لعيبه كتيره جدا على مستوى عالي، انت بتتكلم في كل مركز عندهم 3-4 لعيبه على مستوى عالي، فبيقدر الراجل يغير، يقدر يغيب امام تلاقي السوليه موجود، يغيب السوليه تلاقي يا حمد، فكذا في كذا لعيب موجود في كل مركز عندهم، ماشيين بشكل كويس طبعا، عندهم استقرار عندهم ثبات الفتره اللي فاتت دي مع مدرب محترم طبعا، اكيد ماشيين بشكل كويس، بتمنى لهم التوفيق طبعا في كل البطولات اللي موجود فيها. عندهم عدد لعيبه وافر كبير، عندهم قيد مفتوح بيقدروا يأيدوا اي لعيب، يجيبوا اي لعيب، لكن عكس نادي الزمالك دي المشاكل، دي الاستقرار، الاستقرار هو بيعوم على الفرقه، فعندهم استقرار فالفرقه ماشيه كويس يعني. هل نقول ان النادي الاهلي استعجل في التعاقد مع مهاجم افريقي زي مودست، وكان ممكن ان هو يتأنى شويه يتعاقد مع مهاجم تاني في الانتقالات الشتويه، ولا لا كان الحل الامثل والتعاقد الصحيح ولكن محتاج شويه وقت للتأقلم فقط مع الفريق؟ لا طبعا هو محتاج طبعا شويه وقت، ما اقدرش نحكم عليه ولا اكيد كويس، محتاج شويه وقت طبعا، لكن انت كان عندك كهربا وعندك صلاح موجودين، لا انت محمد شريف ومحمد شريف، انا من رايي كانش ماشي محمد شريف، كان محمد شريف يبقى موجود، وما كانش اللي انت تجيب فرقة افريقيا دلوقتي تستنى شويه مع محمد شريف كان يبقى موجود، لكن ماشي محمد شريف خساره طبعا كبيره، لان هو كان ماشي بشكل كويس الفتره اللي فاتت. كهربا مع انت جبت فرقة افريقي مستواه تهز شويه في بعض الاوقات لما حطيته تحت ضغط مع فرقة افريقي، لكن لو هو كان استنى شويه كان ممكن يقدر في يناير يجيب يعني يجيب حد احسن من اللي هو جابه يعني. انتقل معاك ايضا للجانب الخاص بقى، اللاعب هقول عليه من اللعيبه المحببين لقلوب جماهير الاهلي ومنتخب التونسي، لاعب متالق، لاعب انا دايما لما بقول هو ما بقاش لاعب اجنبي، هو بقى لاعب قدر ان هو خلاص يطبع بالطباعه المصريه وحبه وعشقه للفانيلا الحمراء في توقيت طويل قضاه مع القلعه الحمراء علي معلول. بصراحه علي معلول حدوته كبيره جدا جدا جدا، لاعب ملتزم خلوق على طول داخل ارض الملعب، عارف اللي ليه واللي عليه والمهام المطلوبه منه، محترف محترف بمعنى الكلمه، ودايما انا كنت اقول هو محترف في ان هو يكسب قلوب جماهير الاهلي، مش محترف حتى اجنبي فقط يعني، وفعلا اصبح ان هو من الركائز الاساسيه للنادي الاهلي. هل ممكن نشوف يوم من الايام علي معلول بيرحل عن النادي الاهلي؟ هل النادي الاهلي فعلا ممكن يكون بيفكر ان هو يبتدي يدور على باك شمال او على لاعب نقول يساند علي معلول في المركز ده ولا لا؟ اكيد طبعا فرح، وارد طبعا كل ده يحصل،
هي كرة كده يعني، ما فيش حد بيستمر في مكانه. اكيد علي هيجي له وقت وهيجي له سن وهيجي له مستوى، لازم النادي الاهلي يبص لمصلحه النادي الاهلي، هيبص اللي هو لازم يبقى يطلع بديل لعلي زي ما عملنا قبل كده في جيلبرتو وفلافيو، ناس كتيره جدا كانوا ماشيين بشكل كويس جدا وغيرنا وطلع بعدهم ناس تانية. اكيد يعني علي معلول اضافه طبعا كبيره وعمل مسيره كبيره جدا في النادي الاهلي وفي مصر عموما، هيبقى لكن انت لازم تجيب بديل ليه، لازم تجيب حد على مستوى عالي، المستوى عالي لان علي خلاص في سن معين لازم يبقى هنا ستوب يعني. لازم اختم معاك بفريق بيراميدز. الحقيقه انه فريق بيراميدز عنده خلال الفتره القادمه مهمه كبيره، مهمه جديده عليه، وهي مسابقه دوري ابطال افريقيا. هسألك على وجهة نظرك في مستر باشيكو، وخصوصا انه كان بيدرب نادي الزمالك، عقليته، التعامل مع زخم النجوم المتواجد في بيراميدز، نجوم عندهم خبرات ونجوم لسه بيتم التعاقد معاهم خلال الفترات اللي فاتت، ولسه بنسمع انه بيراميدز لسه نفسه مفتوحه في التعاقدات الخاصه بالانتقالات الشتويه. تعليقك ايه، وشايف بيراميدز هيكون التحدي عامل ازاي في دوري ابطال افريقيا؟ بيراميدز السنه دي مختلف خالص صراحة، عاجبني اللي هم قافلين على نفسهم بشكل قوي جدا، عاملين معسكر بدايه، معسكر قافلين على بعض وقافلين، ما فيش خبر بيطلع بره، ما فيش تسريب لاي لعيبه لاي حاجه تجديد لاي تعاقد لعيبه مع اللاعب مع لعيبه من عندهم مع انديه ثانيه، ما فيش الكلام دوت. هم قافلين على بعض بشكل كويس جدا، عندهم هدف السنه دي، عندهم عايزين ياخدوا بطوله للنادي، واضح طبعا ادائهم واضح، عندهم طفره لعيبه كثيره جدا على مستوى عالي جدا، معاهم جهاز فني محترم طبعا، سواء من شفتشكو او فتح الله او الناس اللي موجوده او كابتن هاني سعيد، ماشيين بشكل كويس في الدوري وافريقيا. بتمنى لهم طبعا التوفيق لان هم يستحقوا تاخدوا بطوله بصراحه، فرقه تستحق تاخد بطوله بتصرف يعني. يستحق بيراميدز انه يتوج ببطوله أكيد. الموسم ده اكيد. كابتن صلاح نورتنا، دايما بنسعد بوجودك معانا، بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. مقابلتنا القادمه تكون الامور استقرت بالنسبه لك، ونكون بنعلن عن تحدي جديد في حياه الكابتن صالح موسى، وتحدي بيرغب فيه ويعوضه طبعا عن فتره الغياب الفتره الاخيره، اكيد في الامور التدريبيه اللي حضرتك بتتمناها مش الامور الاداريه. باذن الله نسعد دايما معاك وتنورنا في صباح اون تايم. انا طبعا اللي بشكرك فرح، وانت اللي وشك خير على اي حد موجود معاكي، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن صالح موسى نجم نادي الزمالك السابق. مشاهدينا وصلنا معاكم للتوقيت اللي بستعرض معاكم فيه ابرز تعليقاتكم على سؤال حلقتنا النهارده فقره اللعبه. اول تعليق جالنا عبد الله جبل بيقول صباح الخير فرح، اتمنى هالاند قام بموسم كبير جدا لكن اتوقع ميسي. اما مروان مكي صباح الفل عليك يا فرح، صباح الخير، من وجهه نظري ان ميسي هو الاقرب للفوز بالكره الذهبيه. عبد العزيز السقا صباح الخير عليك يا فرح، صباح الخير، اتوقع فوز ميسي ان شاء الله. ده كان اخر تعليق معنا النهارده في صباح اون تايم على تعليقاتكم. يتجدد لقاءنا دائما عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس. اشوفكم بكره باذن الله وحلقه جديده من صباح اون تايم.